تمشي تريحنا شويه وكل شيء. ممكن ما كنتك في الكوره وتتعدى بفترات صعيبه وفترات توصل فيها من نيفو معين، فترات باش تطيح شوي. دونك لازم نعمل شو كوش احنا كيما قلت لك، مازال الموسم تاعنا متواصل، عندنا شو شامبيونات كوب سوبر كوب، ان شاء الله قدرت تربي نوصل للوبجيكتيف نتاعنا، وان شاء الله نحضر الشامبيونز ليغ نتاعنا على بالك ان شاء الله عام الجاي. بالحديث على مواجهه الزمالك، رايك في زميلك السابق في الترجي وزميلك في المنتخب فرجاني ساسي ضد الترجي في 3 مباريات اللي تلعب؟ ايه فرجاني فالور سور، فرجاني جوار عنده كاريزما، جوار عنده بوفوار نتاعو في ليكيب، كسوا مع ليكيب ناسيونال ولا في ليكيب نتاعو، لعبنا مع بعضنا. نجم فرجاني يعمل لك مقابله متوسطه على باس على بلاسمون، خاطر فرجاني راهو ماركي برشا، يعرف فيني بلاس سورتو في البالاريتي في الكور اللي راجعين وكل شيء. دونك جوار عنده البوفوار نتاعو وكيف كيف معناتها في حتى تصير مناوشات في السيتو تلقاه هو معانا نحكي ومن هنا كذا كذا، خلينا كل شيء معناتها على جنب وخممنا معناتها في كل واحد صحيح يلعب على جمعيته وكل واحد يدافع على جمعيته. مي جلوبال مو معناتها الحمد لله ما تعدت على خير. فرجاني متربي وعمل مثال سيرتو في مقابلة السوبر ما فرحش مع أصحابه، خاصة بعد نهاية المقابلة وكان توجه بالتحية لجماهير الترجي الرياضي التونسي من الملاعبين اللي خرجوا واللي غادروا الترجي، نحكي على يوسف البلايلي، سعد بقير، أنيس البدري، أنه هو أكثر ملاعبي فقدته أنت ربما في المواجهة هذوك، مغيلان زادة فرانكوم فرانكوم بالمحمد كيف والله ما تنجمش، يعني قلت لك تنجمش ملاعبي تمنيته أنت يكون فك المواجهة هذيك في المواجهة هذيك شوف في تونس ولا غادي خدت ماتش غادي نوع ماتش لنا في الكل في الكل اعطيني في تونس غادي خويا ملعبه هكاك سعد بقير يحط لك فرون لعبه ميتة البلالي يعمل لك هكا يعدي لك باس، انيس البدري يعمل لك هكا خويا يحط لك كره ميتة مركب كوم خويا يعمل لك هكا هكا يهتك غيلان خويا، انا كان جا غيلان في اللعبه فرجاني ما عادي حتى باس شنو يلبسوا نقولوا بلغه الكره. انا قلت لك هذا اللي خاص ستيل نتاع غيلان جوار لصق الوحيد اللي نجم قال لك كوليبالي في لونترينمون ويهبل كوليبالي هو غيلان. غيلان شنو بروفوكاسيون ولا كيف؟ مش بروفوكاسيون كوره كوره انا نحكي لك خاطر هذاك انا ساعات نلعب في كاري السقفيه نقول له يا خويا باغي اختاني معاش سبحان الله كل واحد عنده تايمينغ باهي عنده فكان فكان وكل شيء. دونك كان يقول كل جوار عنده بس مش بالسير باش تعود الناس كل اللي خرجت عندهم بلايصهم كيف كيف الناس كل موجودين عندهم بلايصهم اللي يفرق الحاجه هو اكل تعرف باش تزيد السوتيان كل معناتها معز انت من اصحاب الخبره تو الترجي كنت حكيت الترجي بدات لونتام دو ماتش خير برشا في مصر وكان ممكن ماركاو كوره ولا زوز كنا نحكيو على سيناريو اخر تويك بعد ابار بونتو بنغيث مع الترجي ضيعت زوز كور ظهر لي في 1-0 لكن بصراحه ما بين قوسين تو اصحاب خبره بن شريفيه شمام يعقوبي شمس الدين الذوادي التخميره زايده كانت تو بعد شهرين ممكن تنجم انت تحكي بمرتاح وقتها ما كانش فما اعتراف لانه الترجي خسر الماتش بجوانب لا رياضيه الغلطه تصير عليك ولا على غيرك لكن كنت نجم تحكموا في روحكم زوج واحد ظهر لي جواب الفروتور في رادس والترجي يتعدى فاسيلمون، هل تسرعتوا شويه في اللحظه هذيك بقطع نظر يمكن تشوفها فوت انت اما حصل في الصدور وقت صحيح. يعني قلت لك لوموا على روحنا قبل ما نلوموا على ليزاربيتر، يعني قلت لك سيرتو نحن شامو انا خليل الناس الجواب دكتور ولا هاني قلت لك هذيك عشت سيناريوهات ما اصعب وتعديتها فوالا هذيك يمكن عرفتها في لحظه من بعد حتى انا كبيني وبين روحي نقول اش بيني عشبي عملت هكاك دونك التخميره جات معناتها في وقتها.